الثمانينات يعني ايام الفلس والدينار كانت حركه كلش يعني حلوه بالموصل، والناس تطلع سياحه سفرات على الاديره، تطلع على الشلالات، الغابات، السد، يعني مناطق كثيره تطلع عليها ونصور ونمشي، يسمونها قدم، نمشي ونصور ونستفاد يعني ما شاء الله. الموصل كلها تعرفني اني انا صالي مصور ما يقارب اكثر من 4 عقود. اصور حاليا بجامعه الموصل وبمدينه العاب والشلالات وبالقاعات، وماخذ مكانات كثيره، وماخذ جامع النبي يونس وشلالات ومسابح ومحاضرات يعني وتخرجات، ما شاء الله شغلي صالي فوق 40 سنه بهاي الشغله.